هشيس هو بلو إلا هشيس هو بلو ومن ما وحي سون دمان العكس كبحيني هنوزو شهاد تيجينا وح الله يوح نسينا أبا شاء الله الحمد لله رب العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يا بعض سبحانه وتعالى إلا يا بكلي يا بعض سبحانه وتعالى إلا يا موسى كينا يا بعض له إلا يا دل كينا حرية بعض له إلا يا هشيس كينا هيلقل يا محل سبحانه وتعالى وحنا هذه هذه معنا يا ميل كما قال له وإلهي قال السيء إنه حفلة دم عن طوق أبطو قد ذيك الصوشة قيسة هشيس كان ورتبه ورزاوة حشيري يا صاحب كي قولتك حلمان عنده إن أنت هو كابون ولا كي وإن كي قام بدون يا إن شاء الله أنا دور شرما هذا واحد من يرد يواه وسومال فاير من يرد يواه استوى وسومال وأنا وا أرتاح واحد طلعي هبين يا خير قال هبين كنت الناعي هي صحنا إن جاي لايا دعاء إن هو قضية إن هشيس كان عاي دولي أرتاحوا عن نعس نصيب ليا شو الله كل ما يه برضو كمان شرياني ورمه أنا ما هين كلام قرن بنو تري سدي لواتن كي يعني كتير هذا سعيد لواتن صوت نكاشير ما كل هميشة أنا ما سمع له ده مركي عند ما استنا وحن كوبي غري قرر ما يبصوا تين لو صابير تبدا كي بريش الجروب عنها هيشيس كاس وحوي هيشيس أنا كسو شقيين شنص شنبلوت وحي كرينا شوي تيم وأقول ها ما هاي سنو وقال أنا سأل الله يريس تيم لو يريسو آدي آدو أرق وآدي آدو شقيو قيم ملغا يقول لك الشقيين وحا آدي آدو مهنو الله إسنا سعد علي شريس سنقر يري أنا بحيب ويسو دور به لقد كانت هناك جرين وواتي واتي ستي سيدي بريان وما دغالك هجيله اما واتي ستي 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 وأنا كارس يا ولد سو حنا لو أنا ولد كهربي ولا سنة أما يلاقي ولا سو يا سب سنة واقع عم بانو تاجي الحمد لله أنت ما ينور ما تي لكن واحد وهي علو بدو وسيش شكتي إن إددين أدنى علو بدو ما يلا نهاي ويسكتي إن بحاسس أنا هي شجع ترجل نعاس نصيب بدو ما نهاي عدوا واحد درع عدوا سو ما لنا كلهن هيا بنا إلا ما ترفع سو شقين يايو كل من جيسو سيد الحير كعاجي مر يايو إما خلوا خد بلادنا ولا دكت دبا إثيوبيا لسي دي بي دلاليس به أنا لما يابسني كوا لك وحنا يابسني شعبي جينا وح الله يوحي إلى شيء وهو ما يصنع سيد بغاك هيك الدورانية هبلا واحد كتري إنن دي بي وش قيسة أو هي شبوتية إنن تين تصور تين على مدينة إلهن وحاب الشيء إنن كل هي سو ما لنا دي سو شيء دي بي ومرين كي ما وش قيو ويبقى ينعب تلا قبا إذا إلهن وحاب الشيء وحاب صوب هاي ميديا إلهن هم كا أو كنا يا أبا أنكو عالو أبا العكسي وح كلام الشخص وحوي وحنو بحنا ورتين إنه بس حكمينه بعدين شو شيء اسكو صاحبنا ورتبوده هنا سيدا تركيا هنا إنه ورتن صفينه إصفينا له بعدين بس قالوا ما هدي أنا نقوله هنا هجا شيء وحبينه هاي جمايا وهاي وحوي خير بس عضا سيدا وشيء إنه أنت عصو وضنوا إنه قبى إنه برتاي إنه ومانتا قرقلتنا هذا إنه هو لهين بن حمدنا
waxay sheegeen 77 dekadood bay heshiis la galeen oo intii teen socotay saddex heshiis oo kale galeen teen mid ka adkaan ma jirin iyo way noo galeen waxay yihiin dadan hore dowlad ahaan jirin baa tiino de waa shakisantin laakiin arrintu caynka ma ahayn inaga dad hagaagsan ahayn waa inaan ogeyn inaan luta isjiidinay maanta wala waxaa jira gudaheena challenges badan baa gudaheena jooga oo baahan la sameeyo horta marka waxaan tahaladeynaynaa reer soobaaltahaladeynayna oo si wanaagsan oo waa caafimaad qabta uga qayb galay diwaangelinta dadkii ka soo shaqeeyeyna aad iyo aad baan ugu fahmayna waxaa kalena tahaladeynaa cali khaliif oo isla geesnimo la yimi iyo gruubkiisii oo yaa wada hadalada soomaaliya la bilaabi doona insha allahu tacaala waxaan jecelahay inaan ku soo afjarno kala qaybsanaantii soomaaliland shirkan madaxweynuhu ku qabtanayay oo ballan qaaday ee 25-ka october ka dhici doonta insha allahu tacaala waxaan noqon doontaa dib u cusbeyn intii soomaaliland noqon doonta insha allahu tacaala maanta waxyaalaha inoo soo jiiday ee ku dhiiraday db inay half billion gelisa soomaaliland oo la ixtiraafsanayn waa nabadgelyada ayaa ugu horeysa nabadgelyada maanta aynagu ma fahmino inanka yara ku koray 15-kii sannadood nabadgelye ku koray ma garanaya wixii loo soo maray waxa maanta galay nabadgelyada qiimihii dadka aan maanta haysan maanta caalamka islaam iyo meel kasta oo la aragtay meel inaga waxaana wadamada yaryar ee farakuturiska maanta nabadgelyada buuxda haysatay ilaahay noo siiyaaday subxaana wa tacaala walaal waxaa hadda bilaabmay inaynu gudaheennii waxyaalo aan caqliga lahayn oonu soomaaliya aynu ku caajina inagu ka barnay baa jirta waxaa ka mid ah inay salaadin istaagto oo tiraaho waxaan ku amarnay dadkii golayaasha ugu jiray inay soo noqdaan xamar baan ku naqaanay waxaas waan kala baxnay golayaasha inagu adeer waxaan nahay dowlad baan nahay doorasho gashay central authority la aamiday baan leenahay distor baan leenahay in aflagaada wax caynkaasa laynaga maqlaa olaylaa soo noqda wixii cidagale ku jiro golayaash ka soo baxa daalima wax laga yay qasoolaa wey waxaa ku haliyana waxa weyaan talaabo dowladnimo laga qaado haddaanay dowladdu ilka yeelanaada ilka yeelan oo cil ayay yeelato waa kaxun baa ka adkaanaya waxay jirta walaayo 6 goobood oo halkan la isku haysto 6 goobood waxaa laga yaabaa 6 goobood ee imaka aan weli laga gelin inaa dad aan arrin kale wataa ay salaada lagu qabsadaan baa laga yaabaa inagu idoo 6 goobood ka hadlayna ay ilaahan waad ku qabsan wax kale wataa 6 goobood inagu ma nihin dowladu walaad ma nihin dowlad keliya nahay hadday awdo raacdo iyo hadday saaxin raacdo waan wada leenahay xuduud ma kala yeelanno ciddii koba awood leh waa dhisan doonta hadday adeegyo la dhifan karayo 2003 arrintaas noo timi 2003 markii madaxweynaha la doonayay waanu shirnay waxaan ku go'aaminay 6 goobood in laga dhigo meel gaar ah oo cidna la raacin 2005 bay noo timi markii baarlamaanka la doonayay maxaa la yeelay waxaan nidhi waa 2003 maxaa ka fowteeyey waxay 600 war 600 isku dilmayne oo halka ugu dhow dhahay ha iska diwaan gelisaan ilaa maantana maynu qaadin dhinac irqaad lahayn inagu makhraj bayn leenahay makhrajka leena muxuu yahay waa 6 distrik bay mahayn waxaa loo baahan yahay maabki la soo qaado oo la eego 6 goobood 1960 ma distrik Borno ahayd distrik Hargeysa ahayd ma distrik Berber ahayd saddex distrik baa isku haysteen laakiin inaynu saddex intaa kala saari weyno 10 sanadood oo maanta kulba laga dhigto dad wax kale u jeeda ay ka dhigtaan ee ma marsiiyo duwaynu duqnimo lixdaa waa inaan dhamaynaa madaxweynuhu markaa shir qabtaa saddex xusbi noogu yeelaa arrinta la soo afka jaraa si aynu hore ugu socono murankeena gudaha ka baxno aynu muranka shisheeya gallaba doona insha allahu tacaala bal aniga waxaan idiin sheegay walaalayaal horta 2 arrimood ii sheegina halkan lacag lagama soo qaado intaa wehaan lacag la soo qaado ma jirto heshiisku waa bilow ilaa heshiisku bilaabo mana maa wixii soo dhammaan lacag iska bixinaya hanoo soo shaxaad tegina wax allaahay waxaanu jeedaa ma jeedo taasi waa talabaad waxa weeye
أنا أنا بحس على ورابي أنا كرمي والله ترتبي وتكرمي مني يعني ورابي وحنا جاي ولو كمل يا جاي إن شاء الله تعالى لكن أنا وحوي كل ميون شرين وعلون شرين ما سومنا وشبين شرين إلا أنا يمكن توبي سومنا لا إفرت كان قال إني قال يوم شرين وحوي مما هاي أنا خصبي وحوق قبته يا غير كي وقبته إن القرن يلا نوع روتي القرن يلا تع روتي القرن يلا تدوين إن شاء الله تعالى أنا كمان بتسوي ما قال هو عليه هاي هو حبسامين إيه يا هو يربي سيد بالله والله هاي هو حبسامين هو حبسامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.